سنة 2002 وفي عز ما انتفاضة الأقصى الثانية شغالة، الفلسطينيين عمالين يضربوا في المستوطنين والجيش الإسرائيلي عمال يحرق في فلسطين، خرج الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز واقترح على إسرائيل اقتراح مهم جدا. قال لهم إيه رأيكم نفض الخناقة دي ونوقع معاكم اتفاقية تطبيع نعترف فيها بالكيان الإسرائيلي، هخلي لكم كل الدول العربية تعترف بيكم وتوقع معاكم اتفاقية تطبيع. أيوه يا جلالة الملك، وده مقابل إيه؟ قال لهم مقابل طلب بسيط، وهو السلام مقابل الأرض. يعني ايه الكلام ده يا جلالة الملك؟ قال لهم كل اللي هتعملوه انكم هتنسحبوا من الاراضي الفلسطينية والسورية على حدود 67 وتخليكم زي ما انتم في باقي الاراضي اللي احتلتوها من سنة 48 لحد سنة 67. مرضية يا اسرائيل؟ فرئيس الوزراء الاسرائيلي واللي كان وقتها بنيامين نتنياهو قال له لا مش مرضي، مش عاجبني موضوع الارض مقابل السلام ده. امال عايز ايه؟ قال له انا عايز السلام مقابل السلام. يعني ايه السلام مقابل السلام؟ قال له انا عايز ارمي غزة باهلها في البحر وبعد كده اضم الضفة الغربية للاراضي المحتلة ونعيش كلنا في السلام اللي انتم عايزينه. انتوا مش عايزين سلام؟ هو ده السلام اللي انا اعرفه. طيب احنا ليه بدأنا حلقة النهاردة بالقصة دي؟ اقول لك لان اليومين اللي فاتوا اسرائيل اعلنت رسميا انها مش هتخرج من قطاع غزة غير لما تفرض سيطرتها الامنية عليه. بالبلدي كده علشان ما نشرحش تفاصيل كتير، اسرائيل عايزة تحول قطاع غزة لنسخة تانية من الضفة الغربية. حضرتك تقولي بس الضفة الغربية اللي بتسيطر عليها السلطة الفلسطينية. اقول لك انت صح، لكن السلطة الفلسطينية نفسها في الضفة الغربية بتخضع لسلطة الاحتلال الاسرائيلي، ما يقدروش يعملوا حاجة غير لما يرجعوا لاسرائيل. فاسرائيل بقى عايزة تمشي حماس من غزة وتستبدلها بسلطة فلسطينية مدنية منزوعة السلاح زي السلطة الفلسطينية اللي موجودة في الضفة الغربية، وهي برضو اللي تشرف عليها وتقول لها يمين يمين شمال شمال. حلو كده؟ حلو. وواضح كده ان في تمهيد دولي للقصة دي بدليل اهتمام وتأكيد البيان الختامي لقمة الرياض على وجود ممثل واحد للشعب الفلسطيني كله، ألا وهو السلطة الفلسطينية برئاسة عباس أبو مازن اللي هو موجود في الضفة الغربية، زي ما حكينا كده في الحلقة اللي فاتت، حلقة قمة الفشل. وهنا بيجي السؤال المهم، حماس ردت ازاي على اللي بيحصل ده؟ والسؤال الأهم، أنا كمواطن فلسطيني أو حتى عربي مؤيد للحق الفلسطيني، موقفي إيه من السيناريو ده؟ المفروض أوافق يعني ولا أرفض؟ خلاص كده طوفان الأقصى هينتهي بتنفيذ السيناريو ده؟ طيب الموضوع ده مفيد أصلا للقضية الفلسطينية ولا مضر؟ أقول لك الله ينور عليك، هي دي الأسئلة المهمة، تعال بقى نجاوب عليها. فاكر المبادرة السعودية اللي حكيتها لك من شوية اللي هي السلام مقابل الأرض؟ يا ترى حماس كانت فين من المفاوضات دي؟ عملت إيه لما إسرائيل رفضت مبادرة ملك السعودية؟ أقول لك إن الجيش الإسرائيلي اللي كان عايز يرمي حماس في البحر وقتها، حماس هي اللي قدرت تطرده من قطاع غزة بقوة السلاح، ومش بس كده، دي كمان أجبرته إنه يفكك مستوطناته ويهجر المستوطنين الإسرائيليين لخارج قطاع غزة، اللي هو عكس اللي بيحصل دلوقتي. مش إسرائيل هي اللي بتهجر أهل غزة دلوقتي من القطاع؟ وقتها بقى حماس هي اللي كانت بتطرد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من قطاع غزة، وده أبلغ رد على أي حد يقولك خلاص يا عم الموضوع خلص، دول بنوا مستوطنات وعاشوا واتجوزوا وخلفوا وولادهم دخلوا المدارس، هيسيبوا كل ده ويخرجوا من الأرض إزاي؟ أقولك لا، بيخرجوا عادي، حصلت قبل كده وممكن تحصل تاني عادي، زي ما فككوا مستوطناتهم وخرجوا من قطاع غزة سنة 2005، وزي ما فككوا مستوطناتهم وخرجوا من سيناء بعد حرب 73، بيخرجوا عادي، أنت بس اللي محتاج تستمر في التمسك بحقك. اوعى تنساه. المهم سنة 48 وبعد ما اسرائيل احتلت فلسطين، جات الامم المتحدة واصدرت قرار بتقسيم فلسطين. انت يا اسرائيل خدي الاراضي اللي عجباكي دي، وانت يا فلسطين هتاخدي اللي باقي اللي هو الضفة الغربية، خدي القدس الشرقية وخدي معاهم غزة. يا جدعان انا عايز ارضي. قالوا لها والله هو ده اللي فاضل من ارضك. وبعدين انت خايفة ليه؟ احنا هنقسم ارضك دلوقتي وبعد كده هنرجع لك حقك بالمفاوضات، ما تقلقيش مش هنظلمك. نتج عن قرار تقسيم فلسطين في الوقت ده تهجير ما بين 700,000 لمليون مواطن فلسطيني من بيوتهم، واللي اتعرفت وقتها باسم النكبة الفلسطينية. وفجأة وبين يوم وليلة اتحول المواطن الفلسطيني من الحال اللي حضرتك شايفه ده للحال اللي حضرتك شايفه ده، واللي للأسف لسه مستمر لحد النهاردة، بل ويكاد يكون اكتر سوءا مما كان عليه وقت النكبة. وفضل الشعب الفلسطيني متعلق في ايد الامم المتحدة، متمسك بالوعد اللي اتوعد بيه بان حقه مش هيضيع حتى وان كان الحق ده مجرد دولة مستقلة على اللي باقي من أرض المحتل. حلو كده؟ حضرتك تقول لي حلو، اقول لك لا مش حلو، لانه رغم ان قرار تقسيم فلسطين بيظلم الشعب الفلسطيني وبيسرق منه ارضه، الا انه المفروض يكون في نفس الوقت ملزم لاسرائيل بعدم المساس بباقي الاراضي اللي فاضله للشعب الفلسطيني. خلاص احنا قسمنا الارض وادينا لك اللي انت عايزه، في حدود دوليه دلوقتي بينك وبين الشعب الفلسطيني لازم تحترمها، ما ينفعش تقرب له ولا تيجي ناحيته، الا ان اسرائيل لا سمعت كلام الامم المتحده ولا التزمت بقراراتها وبدات تبني مستوطنات في كل الاراضي اللي الامم المتحده منحتها للفلسطينيين اللي هم الضفه الغربيه
القدس الشرقية وقطاع غزة، واللي مكنها أكتر من تصرفها ده هو انتصارها في حرب 67 اللي ضمت فيها أراضي جديدة مش بس جوه فلسطين، لكن الأخطر إنها سرقت أراضي من مصر والأردن وسوريا. المهم فضلت إسرائيل تبني مستوطنات جوه اللي باقي من الأراضي الفلسطينية علشان تتحول المستوطنات دي فيما بعد لأراضي إسرائيلية جوه اللي باقي من الأراضي الفلسطينية، وبالتالي يبقى سهل بعد كده إن إسرائيل تيجي تقول لك والله أنا هضم الحتة دي من الضفة الغربية لأنه كلها مستوطنات إسرائيلية. يا عم دي أرض فلسطينية، يقول لك والله للأسف كل اللي عايش عليها مستوطنين إسرائيليين، أنت مش شايف ولا إيه؟ وبالتالي الواقع بيقول إنها أراضي إسرائيلية، ما الناس اللي عايشين جوه ناسي. هنا مين استسلم للأمر الواقع؟ السلطة الفلسطينية اللي في الضفة الغربية. لكن مين اللي كان مراقب اللي بيحصل وفاهم اللي إسرائيل بتعمله؟ أهالي قطاع غزة. لحد ما في يوم القوات الإسرائيلية الموجودة في القطاع تضرب عربية نقل محملة عمال فلسطينيين بقنابل، فتكون النتيجة إن نصهم يموتوا والنص التاني يتصاب. وسيد المواطن تقدر تقول كده إن عربية العمال الفلسطينيين دي كانت عاملة زي اللغم اللي إسرائيل داست عليه بدون ما تدرك إنه هيولع فيها لسنين كتير قدام، لأن اللغم ده اتسبب في انفجارين. أول انفجار كان انتفاضة الحجارة اللي اندلعت سنة 87 وفضلت مستمرة لحد سنة 93 بعد ما إسرائيل وقعت اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية. أما الانفجار التاني والأخطر كان تأسيس حركة حماس اللي تحولت مع مرور الوقت لأخطر تنظيم مسلح واجهته إسرائيل داخل الأراضي المحتلة من أيام حرب 48 لحد النهاردة. زي ما قلنا إن انتفاضة الحجارة اللي بدأت سنة 87 انتهت باتفاق أوسلو سنة 93، وهنا أول حاجة لازم تاخد بالك منها ألا وهي إن إسرائيل ما بتعرفش تواجه الغضب الفلسطيني غير بالاتفاقيات. فضلت تواجه انتفاضة الحجارة 6 سنين من سنة 87 لحد سنة 93، 6 سنين بتواجهها بالسلاح، 6 سنين إسرائيل بتضرب نار والفلسطينيين بيردوا بالحجارة، ما كانتش لسه حماس بقوتها العسكرية الموجودة دلوقتي، لكن برضو ما عرفتش تصفي الانتفاضة ولا تطفي نارها، فما كانش قدامها غير التنازل والتراجع والجلوس على مائدة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. لا، والأهم إنهم اتفقوا على إعلان الدولة الفلسطينية خلال عام 1999. خلاص يا جماعة افرحوا، دولة فلسطين هتتأسس سنة 99، كل واحد بقى يروح على بيته وخلصوني من انتفاضة الحجارة دي. وهنا وللأسف الشديد السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات صدقت إسرائيل وأمريكا وطلعت هدت الناس وقدرت تنهي انتفاضة الحجارة. طيب ليه بنقول للأسف؟ لأنه رغم توقيع اتفاقية أوسلو اللي المفروض اتفقوا فيها على إقامة الدولة الفلسطينية بالكتير خالص سنة 99، إلا إن سنة 99 عدت وما حصلش حاجة، كأن شيئا لم يكن. فين يا إسرائيل الدولة الفلسطينية اللي قلت لي هنعلنها؟ فين الوعود اللي وعدتني بيها؟ فين الاتفاقيات؟ ده أنا اتغيرت علشانك، قالك بالله واشرب ميتها. فكانت النتيجة ان المقاومة الفلسطينية ردت باغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زقيفي واغتيال 30 مستوطن اسرائيلي في عملية مسلحة نفذتها حركة حماس جوه فندق اسمه بارك. ده غير ان اسرائيل احبطت محاولة تهريب 50 طن من السلاح في طريقه للسلطة الفلسطينية عن طريق البحر. واللي اتقال وقتها ان ياسر عرفات لما حس انه اتضحك عليه قرر انه يرجع تاني للمقاومة المسلحة، لكنه للاسف ملحقش. وردت اسرائيل على كل ده بمحاصرة المقر اللي بيعيش فيه ياسر عرفات. وقتها ياسر عرفات كان بيحميه 4000 جندي فلسطيني ومعاهم 50 مدرعة، الا ان الجيش الاسرائيلي هاجمهم ب 20000 جندي و500 دبابة مركبة ومعاهم 50 طائرة مقاتلة. وبالتالي النتيجة كانت محسومة للجيش الاسرائيلي اللي محتاجش وقت طويل علشان يقتحم مقر اقامة ياسر عرفات. وهنا خرجت انتفاضة الاقصى سنة 2000 اللي هي الانتفاضة الثانية. كان وقتها اريل شارون هو رئيس وزراء اسرائيل، وفضل شارون يضرب في الفلسطينيين بكل انواع السلاح اللي توفر له. لكن ورغم كل الاسلحة اللي استخدمها والجرائم اللي ارتكبها، الا ان حركة حماس اللي تأسست سنة 87 كانت بدأت تقوى وتستخدم السلاح وتنفذ عمليات مسلحة، صحيح صغيرة مقارنة باللي بتعمله دلوقتي، الا انها كانت مؤذية جدا وموجعة جدا جدا للجيش الاسرائيلي اللي تهمه حياة كل مجند ومجندة اسرائيلية. فما قدرش الجيش الاسرائيلي انه يستمر في احتلال قطاع غزة اكتر من كده، لدرجة ان اسحاق رابين رئيس وزراء اسرائيل الاسبق قال جملة مشهورة جدا لسه بتتقال لحد النهاردة، وهي انه بيتمنى يصحى في يوم يلاقي غزة كلها غرقت في البحر. زي ما قلت لك أرييل شارون نفسه هذا الجنرال الإسرائيلي المتوحش ما قدرش يتحمل اللي بيحصله في غزة، وكان أهون عليه إن التاريخ يذكره كجنرال مهزوم انسحب من غزة بقوة سلاح المقاومة، ولا إنه يستمر في احتلال غزة اللي تحولت لمقابر كل يوم بتبلع شوية من جنود جيش الاحتلال. مفيش يوم بيعدي غير لما شوية من الجنود الإسرائيليين يرجعوا لأهاليهم في توابيت، فما كان منه إلا إنه فكك المستوطنات الإسرائيلية في غزة وشرد الشعب الإسرائيلي اللي كان عايش هناك وخد قواته وانسحب من القطاع. وسيد المواطن هنا لازم نقف كتير، غزة
كانت ولا زالت هي الارض الفلسطينيه الوحيده اللي قدرت تطرد الاحتلال بقوه السلاح. سيبك من اللي يقول لك ده اسرائيل انسحبت تنفيذا لقرارات اتفاقيه اوسلو او غيرها من الاتفاقيات. انسى انسى الكلام ده. الاتفاقيات وقعت سنه 93 والانسحاب من غزه اتنفذ سنه 2005، يعني بعد 12 سنه من توقيع الاتفاقيه. ده غير ان بنود الاتفاقيه بتنص على الانسحاب من اراضي الضفه والقدس الشرقيه زيهم زي غزه بالظبط. فليه ما انسحبوش من الضفه والقدس؟ ليه ما انسحبوش الا من غزه؟ لان غزه هي الارض الفلسطينيه الوحيده اللي قدرت تحرر نفسها بقوه السلاح. تتفق او تختلف مع استخدام السلاح دي قصه تانية نناقشها بعدين. احنا هنا بنتكلم عن نتائج بحته. انا بحكي لك تاريخ. 1+1 بيساوي كام؟ 2. الله ينور عليك. اسرائيل انسحبت من غزه ازاي؟ بقوه السلاح. الله ينور عليك. سينا في 73 اتحررت ازاي؟ بقوه السلاح. الله ينور عليك. وهنا كانت نهايه الانتفاضه الثانيه. اسرائيل انسحبت من غزه وفي المقابل قدرت انها توصل مع عباس ابو مازن لاتفاق وسط، من ناحيه يتولى السلطه في الضفه الغربيه ومن الناحيه الثانيه يحافظ على امن وسلامه الشعب الاسرائيلي. وبعد ما حماس فازت في الانتخابات التشريعيه سنه 2006 وقدرت تسيطر على غزه كلها، حست اسرائيل ان حماس ممكن تخرج عن السيطره وتنفذ عمليات عسكريه خارج القطاع كله، فقررت وقتها انها تحاصر قطاع غزه علشان تقدر تحجم القدرات العسكريه واللوجستيه لحركه حماس، وهو ده الحصار اللي لسه قائم لحد النهارده. وهنا حضرتك بتقدر تقارن بين انتفاضه الحجاره اللي هي الانتفاضه الاولى، ازاي بدات وانتهت بالضحك على الفلسطينيين وتعشيمهم باتفاقيات ما هي الا حبر على ورق، وبين انتفاضة الأقصى اللي هي الانتفاضة الثانية اللي انتهت بانسحاب إسرائيل من غزة مجبرة بقوة السلاح، فكانت ولا زالت أول أرض فلسطينية يتم تحريرها كلها من الاحتلال الإسرائيلي. وهنا اللمبة الحمراء بتنور في كتب التاريخ، وإحنا بنسمع دلوقتي التصريحات الإسرائيلية اللي بتوعد بتسليم السلطة في قطاع غزة للفلسطينيين بما يضمن أمن وسلامة الشعب الإسرائيلي. هو دلوقتي بيوهمك إنه مش عايز حاجة من غزة، أنا يا عم بمجرد ما أخلص على حماس هرجع أهالي غزة لبيوتهم وهسلمك القطاع كله تحكمه براحتك، انا مش عايز حاجه، سيبني بس اخلص على حماس وانا بنفسي اللي هسلمك القطاع الصاغ السليم زي ما كان واحسن. وهنا السؤال لحضرتك، هل اسرائيل هتقدر تكرر نفس السيناريو اللي ضحكت بيه على السلطه الفلسطينيه في الانتفاضه الاولى، ولا المقاومه الفلسطينيه هي اللي هتقدر تفرض عليها سيناريو الانسحاب زي ما حصل في الانتفاضه الثانيه؟ لو انت المواطن الفلسطيني تختار ايه في السيناريوهين؟ اخيرا ما تنساش ان حلقاتنا بيتم نشرها بشكل منتظم على يوتيوب بسبب حظر الفيسبوك لاي محتوى بيتكلم عن حرب غزه، فتقدر بسهوله تشترك في القناه علشان حلقاتنا تظهر لك بدون ما تدور عليها او حتى تحفظ مواعيدها. To win, first you have to know whose side you're on. The world is run on secrets.